دهون في كوارث بتحصل منه برضو من المفاهيم الخاطئة. يا ترى بنتي يا دكتور صدرها ممسوح وعايزين نكبر الصدر، بس انا مش عايز اجرحها عشان خاطر ما يبقاش فيه اثر، مش عايز اعمل سيليكون عشان دي لسه بنت. هو السيليكون لا يتعرض انها تكون بنت وتعمل سيليكون، والجرح اللي موجود بيختفي مع الوقت. المهم الدكتور اللي هيعملها يكون جراح تجميل وفاهم يعني ايه بيعمل شغله، مش واحد هاوي بيعمل مناظير للمعده ويقول لك انا هعمل بالمره تجميل الثدي. بيحصل، يبقى دي اتفقنا عليها اختيار الجراح، جراح تجميل، وخد ودي معاه واعرف هو مين وبيشتغل فين وبيشتغل ازاي قبل ما تاخد القمع. ما عجبكش روح لغيره. نعمل بقى سيليكون ولا نحقن دهون؟ تكبير الثدي بالسيليكون هو امن وبيتعمل لو اتعمل صح، وبيختار الدكتور يتحط تحت العضلة ولا فوق العضلة، ودي ليها مقاييس نتكلمنا عليها بعد قبل كده، وممكن نتكلم عليها تاني بعد كده. نجي القضية هيتغير تاني السيليكون ده في يوم من الايام، دي بنت لسه لسه صغيرة. المعدل العالمي حاليا انه الري اوبريشن عشان كومبليكيشن في الثدي بتقل سنويا كل فترة مع تقدم التكنولوجيا بتاعت التصنيع بتاعت السيليكون، قلت قوي. يعني بنتكلم النهارده ب 5%، ده نسبة معقولة 5% فقط اللي ممكن لما يعملوا العملية نرجع تاني نفتح ونشيل او يحصل مضاعفات، طالما ان احنا بنتكلم اتعملت صح جراح تجميل كويس. طب الدهون لو كانت هي عايزة نتيجة هتظهر بالتدريج عشان ما يبقاش في جرح خالص، نحقن دهون. لما بتيجي تحقن دهون متوقع ان جزء من اللي بيتحقن مش هيعيش، يبقى انا بعد ما احقن الصدر النتيجه اللي وصلت لها بعد العمليه على طول مع الوقت تقل شويه، والدهون اللي عاشت هتفضل ويفضل الحجم الجديد ده موجود. ومحقن تاني بعد 3 ل 6 شهور، ويمكن احقن تالت بعد 3 ل 6 شهور تاني، وهكذا.